كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. البارح يعني كانت حكيوا عليها برشا في الجزائر، في العام الاخر مرضت وتعدت بدي مومون خايبين برشا وكذبت من الاول، بعد حكيت على وفاتها. سلمى الغزالي اللي هي فنانة أختها كانت عملت مساج مؤثر جدا، أعلنت فيها على وفاة أختها ريم غزالي، وكانت أنا شفت المساج بهت عندها برشا قوة، كانت تتبسم وقتها تحكي على وفاة أختها، قلت لها أنا فرحانة وإن شاء الله أنت عند ربي وإن شاء الله ربي يرحمك. نسمعك ستري صغيرة. دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا حبيبتي يا ريم. ما فارقتني الابتسامة لأنه بعرف أنه الله أكرم وأرحم واختار لك الأحسن. أدعو لها بالرحمة ودعو لها بالأشياء الطيبة والحلوة، لطالما هك دعيتوا لها كتير. فأنا متأكدة أنه ربنا رح يعطيها هاك أشياء كتير حلوة وطيبة. أنا عندي هاك قلبي مهنيني أنه شيس هاك. دوك كانت هذه سلمى غزالي تعلن البارح على وفاة أختها في مساج مؤثر جدا، اللي تولدت عام 82، بدأت من ستار أكاديمية 2005 عرفتها، دونك غادرت المسابقة بعد ما تحصلت وقتها شيء من الهلالي على نسبة تصويت على منها. عائلة فنية، والدتها عزفت بيانو مريم غزالي، والدها سليم غزالي وشقيقتها سلمى غزالي فنانة. تحصلت على ملك الجمال عام 2004، اشتغلت في الإذاعة الوطنية الجزائرية، تحصلت على عديد الأدوار في أعمال رمضانية، عرست من المنتج نبيل بن ناصر اللي ساعدها خلال مسيرتها الفنية. وكتب نبيل بن ناصر رحمك الله زوجتي العزيزة إن شاء الله من أهل الجنة، وكان أعلن برشا مرات على مرضها. في نوفمبر 2019 كانت أعلنت الفقيدة عن إصابتها بالسرطان على مستوى الرأس، وخضعت أثرها العملية الجراحية لاستئصال ورم في فرنسا. وزارة الثقافة الجزائرية نعات الفقيدة، دونك وتفقد الجزائر مبدعة من طراز رفيع، رفعت اسم بلادها عاليا في محافل فنية ودولية. ريم عدت أغاني مشهورة، يا صياد الغزلاني وغرام وراجع عليا وين عيونك عني. في التلفزيون قدمت برشا أعمال كما سلسلة كوميدية بي 73 من إخراج مجدي سميري اللي ساهمت في إنتاجها، وشاركت فيها بدور شرطية غابت عنها الأنوثة وظهرت في شخصية قوية، برنامج كاميرا خفية الواعرة، شاركت في أعمال شهيرة معتها في مسلسلات. أمل بوشوشة كتبت إن الله وإن الله يرجعون، خبر صادم ومحزن، رحلت ريم عن هذه الدنيا تاركة ابتسامتها الجميلة وروحها الطيبة وحسرة في قلوب أهلها ومحبيها، الله يرحمك. الفنانة التونسية أميني سويسي لأنه شاركت معها قالت فاجعة كبيرة فقدان كريم، يا رب ارحمها واغفر لها وصبر أهلها وذويها وصبرنا، اللهم أجعل قبرها روضة من رياض الجنة. الإعلامية مها شتورو قالت ما قدرتش نزورك لحدود مسكرة، ما ننساكش كي ردوا التراب عليا، كنت الأخت والصحبة وعشيرتي في الجزائر في تونس في العالم أجمع، يا ناري عليك على روحي، خسرتي فيك كبيرة وما تتعوضش، ربي يرحمك ويغفر لك يا غالية، آه يا شويتي فيك يا ريم، آه يا روحي شكون يعزيني فيك، الله أكبر إن الله ولنا راجعون. البركة في ريم غزالي راحت. دونك ماهي شطورو تعرفوا اللي هي، دونك حسب ما فهمنا اللي هي صديقتها معنا في التليفون. ماهي عسلامة. عسلامة، أنا وصلت بعالخير. مرحبا بك، ربي صبرك الله يرحمها وينعمها. أنت عرفتها عن قرب؟ عرفتها عن قرب ريم. هو ريم، ريم كي نمشي للجزائر بيتي تبدأ في الوتيل محجوزة، وأنا في دارها ما تنجمش في دارهم، معناتها مع أبوها وأمها بيتي حذا بيتها، عطيتني بيت سلمة بما أني سلمة وقتها، كل وقت هذيك كانت تعيش في الأردن وقعدت معناتها بيتها جاها كان في اللي فاكونس، دونك أنا كيف نجي ناخذ بيت سلمة. أفهم أنت القرب معناه أختها. أختها يا خويا، يا خويا لا يوريكم غيار، معناتها في شوية كما شوية ريم، يا نوفل حاجة إيجا نقولك سي مغاتون دورة
سامعين بيها وبمرضها ونتكلموا في التليفون. وحتى كيف عملت العملية وفاقت بعد الكونفاليسانس بعثت لي تصاور كيفاش خاطر ما نجموش نمشيوا لبعضنا فهمت جاي الكوفيد وشي شد بعضه في جرة بعضه دونك معناه كل شيء بتصور بالكام بالواحد فهمت. دونك احنا بيدنا متحضرين نوعا ما حاطين لو بورسنتاج دو لا مور اما كيف تجيك الفاجعة ويجيك الخبر معناه تحس كبتك ذابت تحس حاجة قلبك تقلع. يا خويا اش باش نحكي لك على ريم ما نعرفش انت تحب تسأل ولا اي اللي نتكلم احكي لي اللي يعرفوها توينسا ومحبوبة هكا وكانت تحب الدنيا برشا. إيش نقول لك ريم راهي بدأت تخدم راهي وقت اللي توا البنات اللي راهم في الشارع مازالوا يتسهوكوا ريم بدأت تخدم من اللي عمرها 17 سنة و 16 سنة مام ومن بعد دخلت الميدان اكتسحته في الجزائر والجزائر مش صعيبة والعشرية اللي تعدت مش صعيبة ماهيش سهلة ولا شنو معناتها الطفلة خدمت وكدت وحتى حكت السيق في السيق باش معناتها امبوزيت روحها فهمت وطفلة وصغيرة وشابة معناه سي با فاسيل انت تعرف نوفل صحيح راهو ايش نقول لك بحور وبرور فهمت تشقهم راهي تسافر اكثر من اللي تقعد في دارهم باش تخدم باش تخدم راهي عندها جمهور رهيب في الخليج في كامل في العالم العربي كل يعرفها لبنان راهو شو نقول قديش عندها أصحاب شو نقول قديش عندها ناس تعرفهم شو نقول الطفلة قديش معناه شيء شبه للكذب. وبعد ريم خذيت كيف ما قلت انت قبيلة في التقديم قلت اللي خذيت لقب ملكة الجمال وما وقفتش غادي واحد أخرى معناه كيف ما نقولوا احنا تمتسقيها عرفت شبيك ملكة جمال ليه هي بعدك اللقب ذاك او في عليه العام سي دخلت للميدان ودخلت تخدم في ميدان الاعلامي معناه والانتاجات تعرف شنو معناتها معملة على روحها من با تعمل على ابوها ولا على اختها اللي يشوف يقول لي مدلة وهوك اخوها خطر بيلوت احمد ومعناتها يقول لك سيشوغ عليك ليه والله ليه وخيتي عملت مشاريع وعملت مشاريع اخرى خاطية معناتها كما نقولوا احنا في المطاعم وكل شيء هي في في الفترة ما هيشتروا اللي سمعت بها معناتها تعديت بارش ازمات نفسية لانه وقتها شعرها معناتها تنحى وكذا انا تبعت معناتها كانت سولو شوك اما تبارك الله قويه في الاخر تتكلم وجاتها كيف راحت الموت نوفل خويا جاتها كي راحت الموت جاتها ريت البريود نتاع الصيف الوقت اللي احنا حلينا الحدود والكل البريود هذيك احنا زعما عاملين بروجرامات وباش تهبط بحذايا وفي الصيف وباش تكري بحذايا على البحر وندرشنيه وباش نشيخ وباش نلعبوا شو ايش نقول لك راهو معناتها حاجه راهي تشبه للكذب راني البارح دخلت بعضي راني اليوم كي الصباح كي قمت يا نوفل راني نعمل بالك شي معناه باش ننشد على ريم ومن بعد تعاودت تفكرت هي توفيت البارح معناه حاجه راهي ما تدخلش للمخ باش ننشد على ريم خاطر مريضه فهمت مخي ما عادش جو رياليز بلو ربي صبرك الله يرحمها معناتها الشهر الاخراني تصويرتها ما تفارقش عيني عرفت ديما مخمفيها ونطلب راجلها خاطر نقعد نتكلم انا وراجلها ونقول له امانك يا ناصر أمان كي نبيل يفرحك ونقول له أمان حلي حتى ما أنت ما نحبش أنا ننزل فهمت على حكاية ونقول له نسمع صوتها بارك يقول لي تون عدي هيلك في الكام وبعد الحالة وليت فيسع فيسع معناتها اللي فيسع فيسع تتعكر كل يوم حاجة كل يوم حاجة حاسيلو لين قطعت الماكلة عندها ثلاثة أيام قطعت الماكلة وغمضت عينيها ما عادش تحب تحلهم بوغتو معناتها اللي تي ربي يرحمها كان فما ميساج بعثته لك يعطيك الصحه خلينا نسمعوها شنو قالت لك. بونجور يا عزيزتي مها واش راكي هي الحبيبه والله هاني سافانايا جو في غروس اوبيراسيون تاع 9 ساعات نحاول نتومور او سيرفو كنت في غيبوبه في الجزائر جابوني لباري ما عرفتش كيفاش وصلت لهنا مش قادره نجاوبك باسكو من بعد كنت جي ريكوبيري مون تيليفون ابري دو موا يا اخي تعرفي لي ميلي دو ميساج الدنيا هادي و جي با فولو بارلي ترو دو سا المهم هاني نتبع اون بلو جو سوي انسانت
دونك سيت ان كات تري كومبليكي راني معجزه كي راني واقفه وكي راني بنتي اللي توجور اون في مي اون سورا لو 29 اكتوبر ان شاء الله سي هي سرا توجور يعني سي لي اون بون سانتي وانا لو 26 نوفمبر يقولوا لي اسكو ندخل شيميوثيرابي ولا يعاودوا يديروا لي لوبيراسيون سي هي ريسيديف لا تومور لانه نوعها الريسيديف فوالا. هذا اول ميساج بعثته لك شاهدين بعد العمليه بعد ما قامت هذه في الكونفاليسانس بعد ما قامت من العمليه هي حتى وفات وقت اللي اكتشفوا المرض راهو اكتشفوه هي قاعده في ريستوران معناتها تتعشى وكل شيء وتحت على بلاطتها كما فكرتني في منيره حمدي اللي تحت لنا في البلاتو وقتها في مع عبد الرزاق في حنبه معناه ومن وقتها من وقتها تحت في غيبوبه فهمت ومن وقتها اكتشفوا لي عندها الورم وحتى كيف وصلت لفرنسا ما في بالهاش بروحها فهمت ما عرفتش على روحها كيفاش وصلت ومن بعد تتالي الاحداث ومن بعد جاتها راحه كيف ما قلت لك عم ناول معناتها سيفا هي باش نسالك اسكو ولدت ولا ما ولدت ولدت الحمد لله معجزه معجزه من عند ربي سبحان الله معجزه وقتها يعطيك الصحة مهجتور شكرا لك ربي يرحمها كنا نحكيو على يعطيك الصحة الله يورينا غيار في الناس الكل وبربي يا نوفل كلمة حق في حق زملايا والممثلين والمنشطين والله البارح تقولش علينا عائلة تقولش عليهم يعزيو فيا في أختي ما فماش حد ما كلمنيش ما فماش حد ما هزش التليفون وتفكر ريم معناتها من اللي يعرفوهم اللي ما يعرفوهاش راهو معناتها جوز حتى كي راه تصويرتها اللي هبطت أنا الله يرحمها وينعم هذاك شنو نجم نقولوا ربي كبيرة وما تعرفش قد ايه هنا في تونس خدمت عائلات ووقفت مع ناس وكيني منا واحنا والجزيريه رانا خاوه بالحق خاوه دم واحد وعرق واحد والله يرحم ريم الله يرحم ربي الغازي ربي يرحمها يعطيك الصحه ماهيش تورو